كلامنا خلص في الجزئيه ديت. قبل ما اشكركم في 3 4 5 دقايق كده بالكتير قوي نسيبونا ننطلق فيها شويه بعد اذنكم. اتفضل اتفضل. يمكن من يومين انا اتكلمت في مداخله هنا تليفونيه مع كابتن وليد صلاح الدين على موضوع الاعارات. وفي زميل عزيز وانا يعني يهمني تواصل معاه، احنا يمكن نعتبر جيل واحد يعني او سن قريب من بعضه يعني، وبعتز جدا بزملته او صداقته يعني في نفس الوقت يعني. ما كنتش انا اللي عرضت الموضوع على فكره، ده هو كابتن وليد صلاح الدين هو اللي قال يعني يا ريت تناقشوا يعني، مش احنا اللي تطوعا مننا رحنا داخلين في موضوع الاعارات ومين يلعب ومين ما يلعبش ومن حقك ولا مش من حقك. لكن طالما انت دخلت في الموضوع دوت وما كنتش انا اللي طارح فيه اساسا او انا كنت صاحب الكلام من بدايته، خليني اقول لك بعض النقاط. يعني الكلام مش قانوني خالص، وانت بتستند لموضوع الاتحاد الانجليزي ان هو يعني بيسمح بالكلام ده. الاتحاد الانجليزي عنده ده على كل الانديه، مش نادي لوحده يعني، مش تشيلسي عايش مع نفسه ولا مانشستر عايش مع نفسه ولا ليفربول عايش مع نفسه، كله ده نظام. وفي حاجات في الاتحاد الدولي صديق العزيز بتبقى ملزمه وحاجات غير ملزمه. يعني حاجات الملزمه ديت مفيش فيها اجتهاد ولا اجتهاد مع نص، النص ده القانون والنص ده اللائحه، مش بالضروره يبقى في الحاجات الدينيه بس، النص ده الاتفاق او الالزام ما بين حد وحد. فالاتحاد الدولي في حاجات بالنسبه له بنود بتبقى ملزمه وبنود غير ملزمه. بنود بيسيبها للاتحاد الاهلي بتاع اي بلد يعمل فيها اللي هو عايزه، الانذارات 3، الانذارات 4، القيد 20، القيد 25، القيد 30، الاعارات 5، الاعارات 7، مش عارف في استبدال مفيش استبدال، دي حاجات مش ملزمه. لكن في حاجات ملزمه قطعا مفيش اي مشكله. انت لما بتجيب حاجه ليا انا من سنتين 3 ولا 4، انا ما قلتش ساعتها او انا اتكلمت فيها ان ده قانون، ده عرف موجود. يعني العرف موجود، انت من حقك ان انت طالما اتفقتوا بينكم وبين بعض ان ده ما يلعبش ولا حاجه براحتك. يعني الزمالك مثلا متفق مع 50 لعيب او 70 لعيب او 60 لعيب، كده مش فير ابدا. يعني انا اتعاقد مع 50 60 لعيب ويتم اعارتهم على كل الانديه وما يلعبوش قدامي ويلعبوا قدام الفرق الثانيه، ده ما فيش منطق ابدا في كده وما فيش تكافؤ للفرص لو خدتها بالشكل اللي ده. لكن في نفس الوقت ما الزمالك كسب الاتحاد السنه اللي فاتت مثلا 2-0 وخسر من الاتحاد في عدم وجود سيسي 2-1، فالموضوع دي مش هي دي القصه. لكن انا بتكلم في القانون، في القانون الاتحاد الانجليزي عامله لكل الانديه. لكن الاتحاد الانجليزي عشان تبين صديقي العزيز اللي انا برضو بهتم بصداقتك جدا جدا، ومش عارف اتعمل لي فيديو الصبح وعامل لي فيديو بالليل وعامل لي فيديو المغرب، مش كده يعني. انت كنت ممكن تسالني بالتليفون وتليفوني معاك، يعني كنت هتكلم معاك بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح، وانت كمان مش هتقول لي اللائحه والقانون بيقولوا ايه. اعتقد ان انا فاهم كويس جدا. يعني الاتحاد الانجليزي هو ملزم لكل الناس، لكن الاتحاد الانجليزي نفسه مع تشيلسي نجمنا الكبير محمد صلاح، عشان تعرف ان كلامي صح مش غلط، محمد صلاح لما تمت اعارته من تشيلسي لايطاليا، لو وقع مثلا النادي، محمد صلاح كان معار من تشيلسي لروم، لا فورنتينا مظبوط، لو وقعت القرعه نفترض ان فورنتينا بتلعب في دوري ابطال اوروبا ولعب ضد تشيلسي كان هيلعب صح. فاذا الموضوع ده خاص بالاتحاد الانجليزي، والاتحاد الانجليزي عامله بند لكل الانديه. لكن احنا هنا في مصر ما يبقاش نادي ماشي بمزاجه، يعني النادي ده يتعاقد مع 70 لعيب مع 80 لعيب وتتم اعارتهم للاتحاد والاسماعيلي والاسوان واللي مش عارف مين ومين ومين، بس بشرط ما يلعبوش قدامي ويلعبوا قدام بقيه الفرق. فين المنطق اللي انت بتدعي ليه بشكل كبير جدا؟ ثانيا، لو انت مزعلك ان احنا بنتكلم شويه او بقالنا شهر، يعني احنا موجودين على الساحه ديت الاعلاميه بقالنا شهرين ثلاثه، يا راجل انت بقالك 12 سنه يعني، وصلت يا ليل يا عين كانت على الاهلي بتبدا الساعه 12 الظهر، يعني يا ليل ويا عين بتنتهي الساعه 2 بالليل على الاهلي، وانا عمري في حياتي ما طلعت قلت كومنت انت قلته او علقت على حاجه اسف انت قلتها على الاهلي في خبر في تقرير في موضوع، عمري في حياتي ما اديت كومنت على حاجه انت بتقولها. ثانيا وثالثا ورابعا، حضرتك اعلامي على عيننا وراسنا، لكن حضرتك مش هتقول لنا نقول ايه وما نقولش ايه، احنا نقول في الوقت اللي احنا عايزين نقوله ايه وما نقولش في الوقت اللي احنا مش عايزين نقوله براحتنا جدا. زي ما حضرتك ليك الحق ان انت تتكلم في اي حاجه، احنا لينا الحق نتكلم في اي موضوع. احنا مالناش علاقه بقى بالنادي التاني، لو احنا مالناش علاقه بالنادي التاني اعتقد ان انت يعني تعمل مجلدات في كلامك على الاهلي. فيعني الموضوع باختصار شديد هو طرح قاله كابتن وليد صلاح الدين، وانا قلت له فيه القانون بيقول ايه، وما زلت عند رايي، واتحدى اي حد، اتحدى اي حد لو اي حد من الانديه اللي معار ليها لعيبه انها لو لعبت حد يجي جنبهم بكلمه او بغرامه خالص.
انت مش عايز تلعبه بناء على اتفاق براحتك براحتك، لكن هل ده قانوني ولا غير قانوني؟ غير قانوني. انت كاتبه في العقود، هيبقى في مشكله شويه، هتتعلق شويه على الاتحاد المصري، والاتحاد المصري مش هياخد قرار، مش هيغير نتيجه. يعني نفترض ان انا كنادي مدي اللعيب لنادي تاني، واللعيب ده راح ملاعبه اعاره مثلا، والنادي تاني راح ملاعبه قدامي، النتيجه مش هتتغير. الاتحاد المصري مش ممكن يغيرها، واسوأ الحالات هيروح للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي هيقول له يا ابني روح بقى بعيد عني، الكلام ده مش ملزم خالص. وخصوصا لو الاتحاد المصري مش عامه على كل الانديه، مش قايله على كل الانديه خالص. فيما يخص بقى من 3 4 سنين احنا عملنا ايه مع امبي واحمد عبد الظاهر ايه واحمد مش عارف ايه، انا قلت لك دي اتفاقات، لكن هي اللي هي قانونيه ولا غير قانونيه؟ انا بقول لك مش قانونيه، ما بقولش ان الاتفاق ما تنفذهاش. الاتحاد عايز يعمل كده بيجيب لعيبه ب 50 60 مليون جنيه مثلا ولا 40 مليون جنيه ومش عايز يلعبها براحته، هو حر براحتهم. يعني امبي مش عايز يلعب براحته، اتفاقه عايز يلزم بيه، لكن انا بقول لك قانوني ولا مش قانوني؟ لا ده مش قانوني. اعتقد يعني ان احنا في حياتنا عمرنا ما بنعلق على كلام، يعني او انا تحديدا ما بعلقش على حد غير في وجهات النظر وبالراحه جدا وبدون عصبيه، والدنيا بتبقى هاديه جدا وبسيطه خالص وما فيهاش اي نوع من التنشنه. يعني ولا زي ما قلت لك، يعني انا بقالي 12 سنه ما طلعتش قلت كلام على حضرتك او تعليق حضرتك قلته او خبر حضرتك قلته او تقرير حضرتك قلته او معلومه حضرتك قلتها، وانا طلعت قلت فلان قال بكذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وكلامه بيتغير والمنطق. لا، الكلام باختصار شديد هو قانون او غير قانون، والنص يرتبط بقى في الحاجات القانونيه اللوائح وغير كده. يا ريت يعني انا بقول لك للمره المليار انا بعتز بصداقتك جدا، فيا ريت ما تدخلش الامور كلها في حاجات مختلفه، واحنا كل واحد يقول وجهه نظره ويطرحها، وعلى المشاهد ان يتقبل، وعلى المشاهد ان هو ذو عقل يقول الكلام ده صحيح والكلام ده مش صحيح، بايا كانت الانتماءات او ايا كانت الحواديت. يا رب اكون قفلتها وما نجيبش حاجات قديمة ونقعد نتكلم فيها، لأن أعتقد لو جبنا حاجات قديمة والله العظيم ثلاثة واختلافات الآراء واختلافات الكلام والنهج والطرح، أعتقد إن في حاجات كتير جدا جدا عاملة زي الكاميرا الخفية، يابا يابا ده بقى ده تقعد تغير في شوية حاجات كتير قوي.